السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. إن شاء الله أتكلم بهذا الفيديو حول الملا باسم الكربلائي أيضا وازدواجية من المنتقدين. نعم ازدواجية من المنتقدين. هذا الموضوع أتكلم بالأخ العزيز محمد العبودي، الشيخ الجليل عمار الشويلي، أيضا الشيخ شهيد العتابي، الشيخ مجتبى الزركوشي، تناولوا هذا الموضوع وهو طه الدليمي وتجاوز على الإمام الحسين عليه السلام وتجاوزات قناة صفا وتجاوزات قناة وصال على الإمام الحسين، على أهل البيت عليهم السلام، على السيدة نرجس، وأيضا على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فهنا تناول الأخوة هذا الموضوع وحبيت أنه أسلط الضوء عليه بقناتي، وهو لماذا تكون هناك ازدواجية، لماذا تكون ازدواجية بحق الإمام الحسين عليه السلام عندما ينتقده طه الدليمي يصف بالمنتحر، يصف بالمجنون. وأنا أحتذر من سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، لكن ناقل الكفر ليس بكافر. وأيضا هذا موضوع إعلامي يجب أن يسلط الضوء عليه. هناك مقاطع جدا جدا كثيرة لطه الدليمي، راح نتركهم مع جانب بسيط منها. يقول طه الدليمي ان الامام الحسين اولا مجنون والعياذ بالله، ايضا منتحر والعياذ بالله، وايضا خارجي والعياذ بالله. فلماذا باء طه الدليمي تجر بينما باء باسم الكربلائي لا تجر؟ لذلك سميت هذا المقطع الفيديو هو ازدواجية التفكير، ازدواجية من المنتقدين بخصوص الملا باسم الكربلائي. نترككم مع تجاوزات طه الدليمي وبعدها نرجع بالتعقيب ان شاء الله تعالى. ايش الذي تعرض له سيدنا عثمان؟ قلبوه واضافوه الى الحسين، والحسين لم يعطش اصلا. المعركه ما طولت ساعه ساعتين وكان الحسين على الفرات، من اين جاءه العطش؟ سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه يعني قتل، كيف قتل الله اعلم، الاسباب الله اعلم. انا اتجنب يعني الخوض في هذا الموضوع لانه موضوع ولا يستحق. مصيبه شنو؟ الحسين رجل عاش امير وعاش في غنى وعاش في رفاهيه الى ان مات، وان شاء الله ايضا راح الرفاهيه وراح للجنه. يعني شنو الموضوع؟ اخواني هل الحسين شهيد؟ الحسين خرج على يزيد، ممكن يكون خرج عليه، لكن بهذه الطريقه، هذه الطريقه اخواني ما يسويها إلا مجنون. ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير. ويزيد إمام، ويزيد أمير للمؤمنين، وبايعته الأمة جميعا شورى على بيعة حاكم كما عقدت ليزيد بن معاوية ليزيد. فيزيد خليفة شرعي. حياكم الله من جديد. مثل ما سمعت، وهذا جانب جدا 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 بسيط من كلام طه الدليمي اللي يخص الإمام الحسين عليه السلام، والذي ينصب العداء للإمام الحسين، والذي لا يحترم الإمام الحسين، ويصف الإمام علي عليه السلام بأوصاف، ويصف الإمام الحسين بأوصاف. أما التجاوزات الأخرى حقيقة من قناة صفا، من قناة وصال، هي لا تعد ولا تحصى. فنقول ونكرر، لماذا هذه الإزدواجية بالمعايير؟ أليس الإمام الحسين صحابي؟ فما هو حكم الشخص الذي يصف الصحابي وهو الإمام الحسين بالخارجي؟ بختام الفيديو أقول يجب أن تكون هناك موضوعية، يجب أن يكون هناك إنصاف بانتقاد شخص وترك الشخص الآخر. فموضوع طه الدليمي ليس ببعيد، ونصب الواضح لأهل البيت عليهم السلام ليس ببعيد. هذا هو فيديو اليوم، حبيت أنه أبين أن هناك ازدواجية أيضا بالانتقاد وأيضا بالتفكير، وازدواجية أيضا بالهجوم على باسم الكربلائي. نرجع إن شاء الله بفيديوهات قادمة، فانتظرونا وفي أمان الله.